من جديد بحييكم وبرجع بذكركم انه ضروري تجاوبوا على السؤال الاول، لانه بالسؤال الاول بيكون حفظتوا لكم المشاركه بحلقه الليله ومتابعه الاسئله كلها كرمال توصلوا بالنهايه تربحوا $1000 تقدمه اي بي ال بنك، $1000 مجوهرات تقدمه انطوان صليبا، واكيد فرصه لربح سياره الشيفروليه سبارك. هالسيارة اللي صارت هيدي الخامسة موجودة معنا بالاستوديو، لأنه في أربع أشخاص ربحوا امبارح. الفرحة كانت كتير كبيرة عند الشخص اللي ربح، فمنقول له ألف مبروك وألف مبروك للي بده يربح وصلها. لكن السؤال الأول يلي طرحناه، مين اكتشف أمريكا؟ واحد باراك أوباما، اثنين سندباد احتمال كتير كبير، ثلاثة جبران باسيل، أربعة كريستوفر كولومبس. سؤال صعب والاحتمالات اصعب، بس ضروري تجاوبوا عليه. برحب بضيوفنا بالبدايه، ايدي ابو اللمع، اهلا وسهلا فيك. مين اكتشف امريكا؟ ما راح انا افشي سر اليوم. ما راح تفشي السر. اهلا وسهلا فيك ايدي ابو اللمع. عزيزتي يمنى شري، اهلا. منور. كيفك يا يمنى؟ بسيت لك. ليلى بسيلنا احمر الليله. احمر هيك اشيا؟ صراحة ما عندي مشكلة بالالوان، انا عيوني منيح. شو عاطيتي لون انت؟ كوراي واورانج وفوشيا بس مش احمر. اوكي ابدا. اهلا وسهلا يمنى. ميرسي. بريجيت ياغي. اهلا وسهلا فيك بريجيت. شو هالاخضر الحلو اللي بيصير؟ في عمى الوان اليوم. بريجيت اشتقنا لك يعني من سنه لسنه تشوفك انا، ليه؟ شو بعرفني هيك يعني، عم بتسائب، شو بدي اعمل؟ عم بتسائب، مش انت مقصره؟ انا لا ماني مقصره ابدا. ابدا؟ ابدا ماني مقصره. اهلا وسهلا فيكي بريجيت. ميرسي. هول هن ضيوفنا لليله اللي رح نكون نحن وياهم بحلقه انت وحظك، واكيد بتمنى. انا ببكي معه. ها كان بدي اعملها فيكي بس طلعت من نفسي. شو نايت زين الدين، اهلا وسهلا فيك. زعلت ما هيك؟ شوية بلشت بدي ابكي بس رجع مشى الحال. اهلا وسهلا فيك جنيد. رح نبدا نحن وياكم حلقتنا بفقرة حظك بقلك. شوف قدامي هالوراق بيقول في اطروحه عم بقدمها. لك انا امي موصيتني بالسياره. موصيتك بالسياره؟ شو يعني موصيتك بالسياره؟ ما بترجع الا والسياره بايدي. ما بترجع الا والسياره بايدي. قاعده هون يعني. ليك هي بتمون بس انت كمان بتمون. وحيد الله خطفتني بهال. بهالفقره بدي اطلب من كرم المحافظ دائما على الفانوس، على فكره بياخذوا معه بالليل كرم للفانوس، ما بعرف شو بيقعد يعمل هو المارد كل الليل. بيحضروا ارواح؟ انا ما بعرف. دي فقره حظك بيقول لك، بتعرفوا المارد بيطلع وبيتوقع توقع لكل شخص منكم، ادي قبل لما رح ابدا انا وياك ونشوف حظك شو بيقول لك. ادي ابي اللمع، حظك بيقول لك رح تضل الاتصالات بلبنان على حالها، وكل ما تقول الو ينقطع الخط، فما تحاول لا تصلح ولا تغير. كتر خيرك على هالبشرى. والله صرنا زمان عم نبشر فيها، هي بشاره دائما موجوده. لا انه حتضلها هيك، هلا هي ادمانه بس حتضلها هيك. يعني اغلى فاتوره تليفون، اغلى فاتوره سيلولير بالعالم يمكن موجوده بلبنان، ما بعرف اذا معلوماتي هي دقيقه ولكن هيك بسمعها وهيك بتوقعها. وهي هيك مزبوط، هي هيك مزبوطة، لانه وين ما بنسافر دائما حتى بالانترناشونال كولز بيكون صحيح. افضل الخط الخارجي وبلس والانكى من هيك انه بتعمل تليفون اربع خمس مرات. ايه صح، وهذا موضوع بلش يزعجك كمان. لا بالحقيقة أنه اليوم عم نسمع عطول من الوزير ومن كل القيمين على هذا الموضوع أنه صرنا بجي 3 ومدري وين وقطعنا بوقت يلي بالحقيقة منا إلا صعيد الدعاية. يعني لليوم بعد الأمور على حالة لبل أسوأ، يعني كل ما بيبشرون أنه انتقلنا من جيل لجيل
نحن عم نحس انه عم نتراجع سنوات واجيال لورا، لانه ما في تليفون فيك تكفيه. الدعايه المعموله منا ابدا منسجمه مع الواقع. نعم. المجلات والمطبوعات والكلام يلي محكي منه ابدا بدل على انه صار في تقدم، بل بالعكس، يعني عم لاحظوا انه الحاله اكثر من كارثيه، وانا برايي كل المواطنين عم يعانوا من هذا الموضوع. اليوم على مستوى الانترنت، على مستوى الاتصال، على مستوى كل شيء عم بيقدموه من خدمات بهالوزاره، يعني من تعيس الى اتعس والى الوراء ضر ابدا. بس هل تتحمل مزبوط الوزاره هي هالموضوع؟ طبعا ما حدا بيتحمل غير الوزاره، لانه الوزاره هي القيمه على هذا الموضوع، وهي كان مفترض فيها انها تحسن، وبشرتنا انه حسنت، مش بس انه بدها تحسن، قالوا لنا انه حسنت، بس ما شفنا تحسن. والشاطرين بالدعايه السياسيه على طول، التسويق السياسي، ولكن احنا ما بدنا تسويق سياسي، ما بدنا سياسي بهذا الموضوع. طب الشاطر بيشتغل، ليه ما بتسوقوا انتم سياسي بدنا كمان؟ لا، هيدي حرام، هيدي خدمه للمواطن، هيدي ما 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 ما, ما بتتسوق بهذا المجال. خدمة المواطن هي شغلة مقدسة، وأنا برأيي أنه أي حدا بحب هيك يعمل منا دعاية بس للكلام للكلام، أنا برأيي أنه بيكون عم بضر. بس ليه فاتورة التليفون هي فاتورة السلولار تحديدا هالقد غالية؟ لأنه صار في صرنا سنوات عم نطالب بإعادة النظر بكل هالفاتورة هيدي، وليش كل مكونة من حتى بنود مغرمة لصاحبها. لهلا ما حصلنا على ولا جواب، وما حصلنا على ولا تحسين، وما حصلنا على اي اداء اضافي يعني ممكن انه يبرر هالفاتوره الكبيره اللي المواطن عم يدفع. يعني يمنا حرام، يمنا حرام يا جماعه، تطلعوا بيمنا بالثانيه بتعمل 1000 صوره يمنا ابلود وداونلود. ارحموني. حرام. ارحموني. قد ايه بتجي فاتورتك يمنا؟ فقوا علي. قد ايه بتجي فاتورتك؟ مش كثير. مش بس هلا عم بتطلع. لما عم يحكي تليفونات والتقديش غير، كنت عم بتذكر انه كنا عم نتبادل الارقام، قلت خلص شو بدنا بهالقصه، ما حاتصل باستاذ ايدي اذا هي كثير بقطع لخط معه عليها. طيب يمنا كم قد ايه بتعملي بالدقيقه كم صوره؟ كثير 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 بتصور، مزعجه يعني، مزعجه، بس ما حدا يعني ما حدا يعني بحبوني، ما حدا بيتضايق، ما بعرف ليه، ما بعرف، بحس انه هذا اكثر شيء بيبقى اخر شيء مع بني ادم، بنبسط فيهم وهيك بحب. اها، خلينا نشوف حظك شو بيقول لك. يا يا يمنى شري، حظك بيقول لك راح يصير عندك طفل صغير وتسميه الغنوج، وينسيك فشلك العاطفي والتجاهل الإعلامي الكبير لإلك. شو اسمه الطفل الصغير؟ غنوج؟ حدا بيسمي حدا غنوج؟ تخيلوا يمنا غنوج ماما تاع غنوج روح. لا، لحتى نبلش صح اكيد ما بقبل ابدا، لانه غير واقعي انه ينقال فشل عاطفي او انه ينقال تجاهل اعلامي قبل كل شيء. انا ما خصني، لا هو مستر ميريد ما انا، لا انا ما انا. لا، يمكن فشل عاطفي بقدر اقبلها شوي، يعني لانه بالنسبه للعالم انه اذا واحد لسه ما ارتبط يعني هو فاشل عاطفيا. لربما على كل حال انا استشرت طبيبه نفسيه بهذا الموضوع. استشرتي؟ يس. ايه، وشو قالت لك؟ بعدين بخبرك. بدك هلا جاوبك على هيدا ولا على؟ لا بصيري وانفتحت يعني. لا اونستلي يعني طبعا بعدني ما توفقت اني ارتبط بحدا، فقلت انا بركي فيني شي عقدي بركي. يعني رحتي على الحكيم؟ ما رحت، بس صدق يعني ما عندي مشكل اني روح. أوكي. بس ثقبت انه التقيت بحدا بلبنان وقلت لها ليه انا هالقد بخاف، يعني بخاف بهرب، بحس حالي مرات مثل خافي من شو، من الارتباط مثل يعني مثل جوليا روبرتس تبع عرفت، كل ما تجي بدها تعمل كوميتمنت بتهرب من الزواج او اللي هيك. فقالت لي يمنى اللي بشغلهم ما ضاقوا طعم الفشل كثير بخافوا انه بحياتهم الخاصه يدوقوا طعم الفشل، فهيدا شيء يعني هيك تحليل لعلم النفس كان بالنسبه لإلي. وهو فعلا بشغلي كانت يعني كانت نجاحاتي تصاعديه لحتى قدرت اوصل للي انا فيه، ولا مره كان هلأ عندي يمنا ناقص. هون بالمجال هون موجوده اكيد.
بعالم التلفزيون وين يومنا؟ يعني اللي موجودين اليوم مش احسن من يومنا ابدا. ابدا. انا بالذات يعني اغرد خارج هذا السرب، وكل هول الاسئله فيك تسالهم لكتار من الاعلاميات على التلفزيون باستثناء يومنا شري. انا موجوده عندي ستايل ومدرسه خاصه فيني، مش من زمان خلصت عقد تلفزيون مع قناه الان لبرنامج الصباحي صباح النور، وانا ماني ماشين، يعني انا ماني بتكبس زر. بس ما اشتقتي للتلفزيون بلبنان؟ يعني يمكن عندك اعمال برات لبنان. ما بقى عندي، بالنسبه لي هو كوكب كبير، لبنان، خارج لبنان، اصلا انا كان البرودكشن من لبنان. بس انا بعرف انه اشتقتي للمستقبل. اشتقت لكل المحطات، المستقبل يعني ما بلحق اشتاق لهم لانه بضلني انا وياهم سوا. للشاشه. وللشاشه ولكل الشاشات، يعني ما بقى واقفه القصه هون، بس اكيد يعني مرات بدك تعمل كومبرومايز، يعني مرات بدك تقول يعني كلنا بنعرف انه المحطات بلبنان ما معها كثير مصاري. بس بريجيت ما اشتقت للمستقبل. انا بعرف. انا المستقبل بقلبي. فمرات بتعمل كومبرومايز، يعني مرات بيكون عقدك بيكون غني ماديا، مرات بتقول ما بدي العقد الغني ماديا، بدي الاكسبوجر اكثر. هيدي خطه عالميه بتكون فيها. مين الغنوج؟ الغنوج عسيره البيبيز، انا عندي 8 بيبيز. اسم الله. ايه، ولما اتجوز اذا بلش جازي وعندها 8 بيبيز. هني ولاد اخواتي، ولما اتجوز بدي اجيب 8 بيبيز، هي 16، وغنوج البيبي 17، يعني فيه الفيكتوري اللي هو براند جديده عم اشتغلناها انا واختي غنى، بسلم عليها هي هلا بجده، و اتس هي براند تياب. اسمها الغنوج. اسمها غنوج لانه بنعتبر كل بنت غنوجه، وهذا حيكون البيبي البزنس الجديد تبعنا. مش رايحه اتسوق، رايحه اتغنج يعني. ذكي الاسم. بالتوفيق لك يمنى بالغنوج الجديد يلي عم تشتغل عليه. بريجيت حظك شو بقلك؟ بريجيت ياغي، حظك بقلك رح يجي نهار ويعرفوا كلن قيمتك. اتبعي احساسك وانسي الالبومين الموجودين بالجرور، ونزلي غنية وكسري فيها الارض. انت بتحب التحدي بالحياة ولا لا؟ اكيد. قدي؟ بس قدي لقيم هالمارد باي ذا واي. بس حبيت شو قال لي. ايه بس لقيم. شو قال لي. ايه لقيم. مستعده تمشي بنصيحته؟ اوريدي انا بلشت امشي بنصيحته. طيب قدي بتروحي لدرجه التحدي بالحياه انت؟ لدرجه ما اتخطى حدودي، انه تو ماتش، يعني انه احترم حدودي، يعني في حدود لازم ما اتخطاها. هلا هول الالبومين اللي موجودين بالجرور انت منعتي تحكي فيهم حتى؟ لا مش منعت، بس انه خلص شيء كان من الماضي. انا كل شيء ماضي خلص بطوي وبمشي. طب غني لي شيء غنيه منه. بفضل لا، لانه حرام الاغاني كثير حلوه، ويمكن هالغنيه ما تكون لإلي، فليه بدي غنيها بصوتي؟ بفضل ما تكون السباقه. معلش انت وحظك. لا بفضل لا. بتفضلي لا؟ ايه اكيد بفضل لا. مع انه في كثير اغاني حلوه كانت باول سي دي وبتاني سي دي كمان، بس اول سي دي كان هيك كيف مثل بنت صغيره اول مره فاتت على المدرسه ومتحمسه انه يي انا رايحه على الايكول، انا هيك كنت. بس اللي صار معك هو يعني قله حظ ولا شو؟ لا اكيد مش قله حظ، لانه لو قله حظ انا هلا ما كان اسمي معروف الحمد لله، يعني وما كنت انا هون لو قله حظ، بس يمكن سوء تنظيم. احلى ما اقول غير كلمه. طيب بيقول لك باخر التوقع نزلي غنيه وكسري فيها الارض، رح تنزلي غنيه؟ اكيد، لانه ما حانطر حدا بقى. بيجي تياغي هلا حتتكل على حالها، ما حتتكل على حدا. ايمتى بدك تنزليها غنيه؟ فضل ما احكي بالموضوع هلا ليزبط. بتفضلي ما تحكي فيها تا تزبط؟ لا بفضل ما اقول اي متى، لانه بعدني عم بسمع يعني اغاني. اوكي. يعني يبقى يرجع لها بوقت لاحق. الميريت بتعطي جواب اوضح اذا شيء.
يحكينا. ايه اكيد. بس ولا شيء بدي اقول له للمارد انه انا ماشي بنصيحته، مش بس بقصه السنجل، بكل شيء. انه رح يجي نهار ويعرفوا كلهم قيمتك ان شاء الله يا رب. احساسي بتصير البومين يا رب. كل الناس اللي ما عرفت قيمتي حيجي نهار تعرف قيمتي بكل تواضع. لا اكيد الجمهور اصلا بيعرف انه انت قد ايه انساني انساني فيكي عناصر النجوميه كلها، من الشكل، من الصوت، من الاحترام، من كل هالعناصر. ميرسي. اللي بتخلي الانسان يكون نجم. فبتمنى لك التوفيق، ومثل ما السنه الماضيه كانت معنا باب لانه تنتفضي على ذاتك، السنه بتوقع منك انا انه السنه الجايه نكون عم نحكي قد ايه السنجل كانت عاطيه شغل كثير حلو. اكيد مثل ما الله بيريد. بس بدنا نسمع شيء منك هلا بعد شوي. اكيد اكيد بعد شوي منك. جنيد الى اين؟ شو عم بيقول لي المارد؟ يلا خف. جنيد زين الدين، حظك بيقول لك رح يطلب منك تقديم سكتش بذيء على التلفزيون، وانت رح ترفض وتقول بالعالي لا انا مش مثل غيري. ايه شو فيها وجهة نظر. ايه في وجهة. ما بحبكم بذيء انا، كثير مؤدب. شكله هيك مثل الفارة غنوج. ايه كثير حلو الفارة. يعني عن جد ما قدرت تعبري الا بهذا الشيء يمنا. بيقولوا لي جيردون اكثر هيك يعني. فارة اوكي. فارة كيوت. حلو. ايه فارة كيوت مهضومة. هلا يعني لو فارة هلا اللي بيتمنى بيقول ان شاء الله شي نهار ما تقرر يمنا مثلا انه هيك تشبهنا لشيء. عن جد. شو جنيد؟ بفتكر صح انه انا ما كثير بحب، كان دائما يكون عندي ليميتس بال، يعني ما بحب اخدش اذا بدك الحياء العام للعالم اللي عم تحضر على التي في. وين الحدود عند الممثل الكوميدي؟ بالمسرح ما في حدود، بحس ما لازم يكون في حدود، بس تي في بحس مبلا لانه في كثير اطفال وناس ما بدها تسمع، والتي في بفوت على كل بيت غصب عنه للعالم، ما بيقدروا يعملوا يشيلوا يعني. بالمسرح بتروح انت لتحضر بيكون في فرق، يعني بتكون يور اكسبكتنج انه رح تشوف شيء شوي بذيء، عرفت؟ اوكي. بس هلا انت يعني انت اليوم كشخص بتشتغل بالكوميديا وبالتمثيل الكوميدي وين بتعمل الاوتوكريتيك على حالك؟ يعني النقد الذاتي اللي بيصير وين؟ يعني يمكن بتشتغل مع ناس بتضطر انه بمطارح يكون فيها سكتشات الموجوده على الهواء والناس عم بتشوفها. ولا مره واجهتها، يعني حتى اذا واجهتها بقول انه هيدا الشيء ما بعمله عادي يعني. ودائما كان عندي الفريدوم انه اقول، خاصه بالكوميدي نايت، انه في شغلات ما بعملها لانه ما بتشبهني، يعني ببين مصطنع فيها اذا عملت شيء اوفر. مثلا ماريو بسيل انه بيلبق له كم شغله، انا مثلا ما بحس بعمل هيك ولا هو في يعمل مثلي. هيدا اللي بيميز بفتكر كل كوميديا عن تاني. ما فيك تعمل ماريوكا مثلا؟ عم بعمل شيء مع ماريوكا. لا بتحضر، لازم تنزل تحضر. بتقلد بيقلد منيح وليد بيك. ايه اساله شو عبالك تساله شو السؤال لوليد بيك هلا وصل. شو ناوي تعمل بالحكومه يا وليد بيك؟ لابد هيك لابد من تشكيل الحكومه في مكان ما مع التمديد. وليد بيك بحس ما وليد بيك لابد من التمديد، هيك قال. نزلنا مظاهرة ضد التمديد نحن، بس للأسف يعني. شو رأيك بالتمديد؟ أنا كله التمديد منه شيء مستحب، هو أفضل وقت اللي بيقدر الواحد إنه يحط الأمور بمكانها وبالوقت يلي هو من الأساس عطت الناس ثقة على أساسه. بس في أوقات تبقى الظروف قاهرة، ما بحبزها أبدا، بس هي هيك ببلادنا. مين اكتشف أمريكا؟ الجواب الصحيح هو كريستوفر كولومبوس. وكم شخص. ايه نعم كنتوا غلطانين انتم. بمين فكرتي؟ فيك والله صراحه قلت انا من بعدي. انا قلت اكيد مش جبران. انا اكيد قلت جبران. 13,762 شخص جاوبوا على هذا السؤال. إذن 13,762 شخص. والسؤال التالي هو عنك ايدي، بيقول شو أصل عائلة أدي أبي اللمع؟ عائلة أبي اللمع شو أصولها؟ هل هني واحد أمرا، اثنين فنانين، ثلاثة سفراء، أو أربعة بشوات؟ بريك ومنرجع.
نرجع منتابع نحن وياكم حلقتنا لليلي. بدي اذكر المشاهدين لكل يلي بيحبوا يطرحوا اي سؤال على حدا من ضيوفنا فيكم تبعتوه على تويتر على وسام بريدي @وسام بريدي. اي سؤال تحبوا تطرحوه على ايدي يمنى جنيد او بريجيت، اي سؤال بدكم اياه بتطرحوه، وبليز لو سمحتوا تبعتوا لي الاسم باخر السؤال كرمال نعرف مين الشخص يلي طرح السؤال. السؤال يلي كنا طرحناه على المشاهدين، شو اصل عائلة ابي اللمع؟ واحد، هل هن امراء؟ اثنين، فنانين؟ ثلاثة، سفراء؟ او اربعة، بشوات؟ نحن وياكم راح نروح هلا على الفقرة التالية وهي حظك بايدك. بحظك بايدك بهالفقرة، يعني حتى لو اصول العائلة سفراء او بشوات او فنانين او امراء، من المفروض يعرفوها الناس، ولكن هلا بهالفقرة رح نروح على المطرح يلي هو الانسان بيجيب الحظ لحياته بايده، بمجهود هو عمله وبمطرح هو بادر لاي موقف حتى لو كان في تنازل شوي. ايدي وين الخبرية؟ بدي خبرية منكم، مش نحكي بالعموميات، اللي صارت معك بتقول انه انا بوقتها جبت الحظ لإلي مش هو ابتسم لي بالمطلق. الخبرية؟ بدي خبرية، حدث صار معك او يعني قصة او موقف. قصة. هلا محل اللي انا جبت الحظ لإلي هو من بمحلات معينة عملت جهد فوق طاقتي. لانه الحظ ما اجى لحاله. نعم. يعني انا رحت جبته، يعني انا مش من الناس يلي بالمطلق هيك مثل ما بقولوا حظهم معهم او انه هيك بكل شيء، متى اذا اخذت ورقه يا نصيب او ورقه لوتو بربح فيها بحياتي مش ربحان شيء بقى. بالتالي ايه بس مجرب انك تربح. جربت طبعا، ساحب ورقه يا نصيب. ايه ايه بعترف ساحب. ما اجت الا بجهد كثير كبير، وجهد طبعا ضعف، يعني ضعفت نتيجته، وبالتالي ايه ضر علي بالخير او بالخليني اقول. بس في حادثه معينه بتتذكرها يعني بحياتك؟ ايه بيبقى في لقاء اوقات، لقاء هو جاب لي الحظ، هو لقاء مرتي مثلا انه هذا جاب لي الحظ مثلا كثير. ايه صحيح. في اشياء هيك اوقات بتصير، اشياء ثانيه على مستويات مختلفه. على المستوى السياسي مثلا بتلاقي انه من بمجهودك قدرت تعمل شيء؟ على مستوى السياسي طبعا المجهود، يعني نحن بالاساس جينا على السياسه من النضال، ما جينا على السياسه لانه كان رغبتنا انه نفوت بالعمل السياسي للسياسي. نحن جايين من باك جراوند حزبي، بالتالي نحن اشتغلنا، نحن تعبنا، نحن نضلنا، وبعدين شاءت الامور انه نتجه باتجاه السياسي. ولكن طبعا بالسياسه ما في شيء اسمه حظ، ما بعتقد انه في حدا محظوظ الا اللي بيطلع بالانتخابات ومش محضره، بس انه غير هيك ما فيش حظ. في شغل، في نضال، في خدمه عامه، في جهد كثير كبير بينعمل، وبالتالي طبعا الجهد اللي بتعمله بيوصلك لمحل معين، وهذا المحل المعين بيطلب منك بعد جهد اكبر، بعكس ما الناس بتفكر انه وقت الواحد بيوصل لمحل خي بيرتاح وبصير عمليا عم بيستفيد من هالمكان او بالهالمقام يلي اخذ. طيب بالرغم من هالمجهود ليه بعد ما شفنا ايدي بالمجلس النيابي لدورتين؟ رغم هالمجهود الكبير اللي عم تحكي عنه. لانه هيدا ما بيمنع انه يصير بعدين هالشيء. لهلا شاءت السياسه وشاءت الامور وشاءت الظروف انه ما تصير بهالطريقه هيدي، ولكن مثل ما رايحه الامور شكلها انه لا جيده. بس برجع بقول لك لمزيد من التعب ومن الجهد، مش لتوصل على مجلس النيابي، لما توصل على مجلس النيابي بعض الامور بدها تكون اصعب، لانه فعلا اذا واحد بده يمارس عمله بمسؤوليه معينه يا بده يكون مسؤول بكل معنى الكلمه يا يشوف له شغله ثانيه، لانه فعلا جهد بينطلب منك بالمواقع السياسيه المعينه. انا برايي اذا بدك تكون انت منسجم مع نفسك وبذات الوقت وفي للناس يلي عم تتعاطى معهم، انا برايي بدك تبذل جهد كثير 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 كبير، وخاصه بدك تضلك على السمع وما تسكر تليفونك. صحيح. وتضلك بين الناس. لكن السؤال سهل، شو اصل عائله ابي اللمع؟ اكيد يعني وقت عم نحكي بعائله ابي اللمع دائما اللي بيتذكروا وبيعرفوا كثير منيح انه اصول العائله هي واحد امراء، اثنين فنانين، ثلاثة سفراء، أو أربعة بشوات. نحن ناطرين أجوبتكم على الأرقام يلي عم تشوفوها على شيء. يمنى شو حاطة برفان؟ برفان؟ إيه
انا بنت فيري تالنتد بعطوراتي، عندي خلطات خاصه لدرجه عندي خلطه بفتكر بتاثر على الذهن لانه حاسس حالي عم بيغفى شيء من دماغي انا. لا ايه مقصوده عم شم ريحه كل برنامج بيجي عليه ايه. كل مذيع بعمل له خلطه معي فيها شيء. شو هي الخلطه اللي عملتيها اليوم؟ انا بحب كثير السمل، وعندي يعني بخلط ما بين العطر الاجنبي والعطور العربيه المسك او العنبر. بس في خلطه غبيره غريبه هيك هيدي لابيسام هي عم مين مين دزك علي الليله؟ بس بس عملت له نشوه. هاي الخلطه عملت له نشوه هيك مبسوط كيف ليك الله يرضى عليك. انا مبسوط ولا حاسس شيء بدماغي طفي ولا نشوه نشوه ليك جنيد واقف هيك بتقولي له مثل الفاره بتطلع فيك ايه مثل كلك كمان كمان عاملين ميكستشر اليوم بالبريك هيدي. لا والله اجت فتره يعني عم بنحكى كنت سيريس لانه اعمل ماي اون برفيوم، بس نحن بالميدل ايست ما وصلنا لهيدي المرحله انه تجي بريجيت ولا انا رايحه اشتري عطر ليومنا الشري بتقول لي بتقول ايش بدي بهالشغله اشتري عطر، يعني بالميدل ايست بعد ما استوعبناها، فانا بعملها لإلي لرفقاتي للناس اللي بحبها، فاذا بدك اي هيك كنت مستضيفينك بشي بروجرام بدك تنام شي نهار خبرني مين المذيع وانا لك مني خلطه غير شكل بعرف هي الخلطه الليله شو عامله فيي انا بربطك يمنى امتى ابتسم لك الحظ بمجهود مني انا بدي رجاء من بعد البريك انا بدي شمسيه بالمطرح اللي انا فيه نعم بس عشان انا عندي الطقس غير عندكم اوكي اوكي تفضل امتى ابتسم لك الحظ بالحياه بمجهود منك دائما بحس حالي حقيقه بدي خبريه صارت معي بحس حالي احظظ انسانه بالعالم احظظ هلا انت بتسميه يمكن حظ انا بسميه رضا بسميه نعمه بكل شيء عملته بحياتي بكل شيء لغايه هيدي اللحظه بس اذا بدي اختصر لك خليني اقول لك انه العند اللي انا فيه لاعمل شغلتي والمغامره الذكيه اللي انا فيها مع جرأة ذكية اللي أنا فيهم هالكاركتير هو خلى الحظ سمايلي طول الوقت بالنسبة لإلي، في قصص كتير حوربت لما عملتها، حوربت لما فكرت فيها، حوربت لما قررت إني أعملها، اتكلت على هيدا الإيمان وعلى هيدا العند وعلى هيدي المغامرة وهي اللي كسرت الدنيا، وببداية يعني أول ما فتت على الجامعة يعني هيدي خبرية الناس بتعرف عارفه بذكر فيها انه انا فتت كان عندي اجاني قبول من الجامعه اليسوعيه وبي كثير فرح ببنته انه من جامعه هالقد لوكس فاجاني قبول اني اعمل ادب فرنسي وانا ممكن يعني انه تخيلني انا عم علم ادب فرنسي مثلا كارثه فانا من ورا ظهره رحت قدمت على الاعلام وكنت عم بعمل دبل ميجر بدون ما هو يعرف كرمال أبسطه بشهادة هو حابب يشوف حالك. بنته فيها وهي وما كنت بعتقد ما كنت غلطانة صحيح زقفولي السؤال اللي كان أو العطر أثر على الكل كل الموجودين مش عم بمزح لأنه اختلط مع الاي سي وعم يقلب عندنا بالاستوديو نعم صدقوني مش عم بمزح شو أصل عائلة أبي اللمع؟ الجواب على هالسؤال هو رقم واحد هني أمراء 12263 شخص جاوبوا على هذا السؤال أصول العائلة أمراء صحيح يعني وقت واحد بيكون أمير بده نيابي تعرف نحن بالديمقراطية اليوم حتى بينذكر على الجمهورية على التذكرة في قانون في قانون حذفها ب 58 طلع قانون منع هلا في ناس رجعوا حطوها للابهيه ولل انت موجوده على تذكرتك؟ انا لا مثلا شايلينها نحن لانه انا خلقت بعد هيدي الفتره بقى بالتالي ما حطوها بس في ناس بيرجعوا بحطوها مزبوط للشكل انا هالشكليات ما بتعني لي الامير ادي قبل لما حلو يعني ساعتها بتتجوزي امير سمو الامير لا انا اصلا ما ناوي اتجوز غير امير يعني ما ناوي الا امير فارس بس مش كتبتها على التذكرة هي بتعمل الأمارة اليوم بالأخلاق مش بشي تاني صحيح. اليوم نحن بزمن آخر وأنا هيدا اللي قصدته السؤال التالي
شو الشيء يلي اشتهرت يمنى شري بوضعه على شعره؟ واحد طرحة، اثنين صنوبرة، ثلاثة تريا، أكثر طنجرة. أو أربعة فارة زهرة دوار الشمس. شو اللي انشهرت يمنى شري بوضعه على شعره؟ طرحة، صنوبرة، تخيلوا صنوبرة مثلا، ثلاثة تريا، أربعة زهرة دوار الشمس. بريجيت، أثر عليك العطر من هنيك ولا شو؟ هلا عطره كثير حلو، بس أنا كمان عطري كمان بحبه كثير. ف صار في تحدي عطر هلا. بعدين بدي اقول لها شيء، انه اكيد اذا عملت عطر اكيد حاشتري انا اول وحده حجربه. اوكي انا كثير بحب البرفيوم زمان. بريجيت، امتى جبت الحظ لحياتك بمجهود منك؟ الحظ يعني لما انا تحملت كل هالقصص اللي صارت معي وصبرت ولقيت انه عم بوصل شوي شوي على الشيء اللي انا بدي اياه ولو بطريقه بطيئه. بعتقد الحظ بعده معي يعني، ولو في تاخير بشغله ولو في تاخير بكل النواحي يعني الظروف اللي حواليك بقى الظروف، فبس بعتقد الحظ. لا الحمد لله انا بنت محظوظه بعتقد، ودائما الحظ معي ان شاء الله دائما. ثانك يو جنيد. امتى جبت الحظ لحياتك؟ بموقف معين بفتكر، بس بلشت بالدومين بالام تي في بالاسال كاست يعني، كنا عم نحضر انا واصحابي انه نزل جرب حظك وكانت جرب حظك. ايه صح، وكانت البدايه يعني انه عملنا كاستينج وكذا وبين العالم نقوا 15 وربحت انا. بفتكر بس انه there is no coincidence انه الحظ يمشي او ما يمشي حسب الانسان كيف بيفكر، هو بيعمل اتراكشن لحظ منيح او لحظ. هذه عالم الطاقه الايجابيه. صح بحس هيك يعني. بريجيت شو بدنا نغني؟ ايه اتس تايم. رح غني غنيه من اغانيه بتقول بحبها كثير. مثلك انا ما لقيت، لا غمرني بحني، شفتك بنومي وعيت، شفتك بعيني. انا لولا حبك يا حبيبي ما تعلمت الغرام، انا لولا قلبك يا حبيبي ما ضيعت الكلام، أنا لولا حبك يا حبيبي ما تعلمت الغرام، أنا لولا قلبك يا حبيبي ما ضيعت الكلام. شكرا بريجيت، بس كنا نتمنى ما توقفي وأكيد رح نرجع نسمع صوتي، ولكن بعد الفصل الأعلى. نرجع نحن وياكم بحلقتنا لليله مع ضيوفنا ايدي ابي اللمع. من جديد بنرحب فيك يمنى شري، كمان بريجيت ياغي وجنيد زين الدين. شو بدك تقلد لنا حدا جنيد؟ الاصعب شيء تقول له لمغني غني وتقول له لمقلد قلد. ايه عفيك عن جد، بلكي الفاره هيك ضلني وراك. غني لنا شيء، غني لنا شيء لابو وديع. لا ابو وديع بنوجه له تحيه لابو وديع عن جد. ايه الله يجيب لنا اياه بالسلامه. فكر بشيء تنعطي جواب على السؤال. يلا. بشو اشتهرت يمنى شري بتحطها على شعرها؟ هل هي الطرحة، الصنوبرة، تخيلوها مع صنوبرة، مع تريا، أو زهرة دوار الشمس؟ والجواب الصحيح شو هو؟ زهرة دوار الشمس. 11463 شخص جاوبوا على هيدا السؤال. بس السؤال ولا عم التالت بتريا مش عاطلة للموسم الجديد. ايه فكر فيها. لازم تفكري بالطرحة. اي اوكي طيب.
جنيد، قبل ما تعملنا سكتش تقليد، السؤال الثالث بدي اطلب منك تغني، بديك تغني شيء ورح نطرح عليه السؤال. مالي مالي وانا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي مالي وانا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي عايشة باحلى ليالي ويا حبيبي الغالي وبحبك قوي عيوني بحبك مهما لموني بحبك قوي عيوني بحبك مهما لموني ما يلوموا طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي مالي طب وانا مالي. سؤال لمين هالأغنية يلي غنتها بريجيت ياغي؟ واحد أصالة، اثنين لطيفة، ثلاثة وردة، أو أربعة شعبان عبد الرحيم. واو، افتكر شعبان. بعتقد شعبان عبد الرحيم. صار عندك جاهز شيء؟ أنا دايما جاهز، بس شو بدي أعمل؟ بغني مع بريجيت. أنا برأيي تمحدل شوي على الأرض. هنجد. وعمول فارة بالجوة. شوية فارة. وعمول فارة صغيرة. قد ايه عم يجيك كومنتس على الفارة؟ خربتيه للزلمة. عن جد. بس انتبه هو فارة شرسي. عن جد. لا. بيبعتوا لي هيك دائما يعني. فارة كيوت. ثانك يو. كيوت فارة. كمان كيوت فارة بفتكر للشاب ما كثير. ما بتزبط معي اليوم. شو جنيد؟ شو أبو وديع. أبو وديع؟ ايه. على الواقف بس. بغنوا معنا بس. بس على الواقف مع الميكروفون. It's a hard هيك شيء بدكم تغنوا معي بس. غني صوت، غني بجيب صوت بس. ايه صوت بس. يلا رامي، رامي عياش. رامي عياش يلا. معي، خليني معك. خليني معك اوعى تسيبني حبيب انا نفسي ارتاح انا شوقي اليك يعزمني انا عمري انا نفسي اعيش مضبوط شي منيح شي خمسة لا برافو رح نروح نحن وياكم على فقرة جرب حظك فقرة ضيوفنا عم بتشوفوا وراي هالمجموعة من الكلمات اللي عم يقطعوا ورا بعضهم تبعا كل شخص منكم بس يقولوا ستوب في كلمة رح يوقف عليها وهي سر اعتذار عتب ندم شكر وقرار بتذكر المشاهدين انه اي سؤال تحبوا تطرحوه على ضيوفنا الاربعة بتبعتوا لي اياه على تويتر @wisambrady انا ناطر اسئلتكم ليش انت مخلى شيء لحدا يسأله ما نازل فينا سلخ انت والمارد سلخ؟ ايه ما مش مخلى شيء لحدا كثير كثير عنفي هال كومنت اسمع على استاذ ادي وقتها بتكون جاهز فيك تقول ستوب ستوب شكر شكر في كثير ناس لازم اشكرهم بسميهم كلهم ولا يلا انت في حدا محدد بدك تبعت له شكر اول شيء بدي مش حدا في مجموعة معينة بدي ودي لها شكر كتير كبير يلي هني بدي حيي الليلة يلي هني شباب وصبايا القوات اللبنانية من كل قلبي ليه بتشكرهم؟ لأنه هودو الناس عينه كتير وشجعان وقلبهم كبير وبيجوز منهم أحسن من غيرهم مش هذا اللي عم نقوله ولا أقل ولكن باللي عملوه بالنسبة لي شغلة كتير كبيرة مشان هيك على كل هالشيء على وطنيتهم على إدميتهم على جرأتهم بشكرهم شكرا ايدي لمين هالأغنية اللي غنتها بريجيت ياغي واحد أصالة اثنين لطيفة ثلاثة وردة وأربعة شعبان عبد الرحيم الجواب الصحيح هو الفنانة وردة 10852 شخص جاوبوا على هذا السؤال أما هلأ بدي اطلب من جنيد بدك تقلد لنا شخصيه
وبعدين نطرح السؤال. شخصية لازم يعرفوها؟ بس بحبها اللي متفقين شوي احنا وياك يعني عليها كثير نقطة وبتوقف بحبها. لحظة اللي متفقين انا كثير مبسوط انه موجود معنا استاذ أبي اللمع لانه مثل ما في كتايب لبنانية في قوة لبنانية نحن المقاومة اللبنانية من 10452 كيلومتر مربع. مين السؤال؟ محمد رعد. مين السياسي يلي قلده جنيد زين الدين؟ 1 كريم جميل، 2 سامي جميل، 3 أمين جميل، أو 4 يمنى جميل. يمنى جميل. يمنى. عيونة. بس تكون عيونة. عيونة. عامل نشوة. غزل وبرفان مع بعض صعبة. بس تكوني جاهزة قولي الصوت. ستوب. عتب. عتب. عمين عتماني. أنا بكره العتب بس بحبه بس بحب بس أعمله مع الناس اللي يلي بحبها بعزة. والا اذا حدا ما بيعني لي ما كثير بب لمين هلا عتب بدك توجهي عتب مش موضوع العتب بشكل عام في عتب موضوع ان شاء الله يعني بلشتي تعملي لنا الشابو تبع العتب 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 هو مصطلح اتى مع لازم تشتغل سياسي هربت من الجواب بس على مين ما لصيلي على ال هي اول مره بعتب مع حدا نعم بدي اعتب بمحبه على زميلي منير الحافي ليه عتبين يعني؟ مذيع الاخبار بقناه المستقبل لا هو بيعرف يعني هذا نحن اخوه وبين الاخوه ما بننشر بنقول ليش بس انا كثير بحبه وبحب عائلته وله هو معزه خاصه بقلبي بس انا عتبين عليه وبمحبه وان شاء الله يعني والعتب عقد المحبة لمحبة انتبه يا منير لا ما حدا بيزعل يومنا ما بدها هالقد يعني بس إذا عم تسألني عتب هو عتب عتب على هيدا الأخ بريجيت ستوب ندم كنت حاسة إنه حيجيني ندم بندم على اجمالا بحياة انا ما بندم على شيء بس بندم على ثقه اعطيتها لاشخاص ما طلعوا على قد هالثقه مثل مين؟ ناس قطعوا بحياتي عاطفيا ولا عمليا؟ عاطفيا وعمليا اكيد لانه كثير بندم اعطيتهم ثقه منا بمحلها مش بالاشخاص اللي عن جد لازم اوثق فيهم على هالشغله بندم بندم كمان على شغله على خليت اهلي يزعلوا مني مره ما رديت عليهم هالشغلة بندم عليها بندم لأنه خليت أمي تبكي كر من وراي بندم شو عملتي ليه؟ عملت شيء هي ما كانت راضية عنه أنا بندم على هذا الموضوع لأول مرة بقوله عن جد سوري مام وكثير ما بقى عيدها لا أكيد ما رح عيدها وعرفت قيمتهم بالعكس عرفت قيمة أهلي عرفت قيمة أهلي أكثر الله يخلي لك أهلك ميرسي ودائما الانسان قد ما بيبرم وبيحور وبيدور بالحياه ويجرب انه يواجه الحياه ويقول انا قررت الصح بالاخر بيرجع لكلمه ناس هن اللي بيشوفوا لانه قاعدين برات الموضوع عم بيرقبوا مظبوط جنيد ستوب شكر شكر بشكر المخرج والمنتج واللي بصير هيك والمعد والمظبط الشعرات وثيابي والملحن الكبير بشكر كل الناس اللي بيحبوني واللي ما بيحبوني بشكر كل العالم بشكر اهلي بشكر اصحابي بشكرك الك لك انت كنت عم تمزح اول شيء اصلا بس طلع هذا الشكر اللي عندك اياه بالاخر عن جد في حدا محدد بحياتك بتشكره على موقف معين على ظرف معين بشكر ناس كانوا دائما حد مني حتى بالدومين بشكر كارمن لبوس بوجه لها تحيه كان دائما حدي بكل شيء وماريو باسيل بشكره كمان وبشكر ام تي في اللي اعطتني تشانس هون ثانك اهلا وسهلا فيك جنيد سؤال مين السياسي يلي قلده جنيد
الجواب على هالسؤال هو سامي جميل. هذا هو الجواب الصحيح، من وجه له تحية لسامي. كيفك أنت وسامي؟ إيش؟ كثير منيح. شو هيدي؟ ماشي. 10425 شخص جاوبوا على هذا السؤال، جاوبوا جواب صح، وهن رح يتابعوا معنا بالفقرة التالية اللي رح تكون الأغراض اللي جبتوها معكم. رح ننقي غرض، وكل واحد منكم بده يقنع الناس إنه هذا الغرض لإله، لأنه هو بيعرف كتير منيح كيف يكذب على الناس بمطرح ويغشهم. فرح نتابع نحن وياكم بهذه الفقرة، ولكن بعد الفاصل الإعلامي. نرجع نحن وياكم بحلقتنا لليلي، وبتعرفوا بهيدي الفقرة الضيوف جايبين كل شخص منهم غرض، والمطلوب انه بس نقي غرض واحد يقنعوكم اربعتهم انه كل واحد بيملك هيدا الغرض او هيدا الغرض لإله. فمشان هيك بهالفقرة رح نكون نحن وياكم، واسمها حظك بغشك. الأغراض يلي عم تشوفون معنا الليلي، في عنا هالتابلو للرسم، في عنا وردة دوار الشمس صعبة، في عنا المنبه اللي موجود، وفي عنا مكنة للدقن أو شفرة حلاقة. هول هني الأغراض. الغرض يلي رح نقيه هو لوحة الرسم. اوكي؟ والسؤال راح يكون لمين هاللوحة؟ أو لمين فكرة لوحة الرسم؟ تنقدر نكتشف نحن وياكم، بدي أطلب من كل ضيف يرسم لنا شيء. تنكتشف مزبوط مين اللي هوايته الرسم. جاهزين؟ راح أبدأ من عندك بريجيت. نعم. تفضلي. هلا؟ إيه. هلا سريعا هيك تقدر ترسمي لنا شيء سريع غير البيت والشجره والهول. ميرسي. اي اي ميرسي. اوكي ادي لك انت عندك فن الرسم، عندك هالهوايه؟ طبعا كل واحد عنده هوايه، بضل يخرتش كل النهار. ها يمنى اكيد ولو جنيد. انا رسم اذا بدك الهوايه الثانيه اللي عندي، وبعدني يعني مستمر فيها. تتقنها يعني؟ ايه. مين جايبها معه هلا هذه؟ كلنا. كلكم جبتوها. ايه. تنشوف. رجيت شو عم ترسمي؟ لا بس شو عم ترسمي؟ بس تنعرف شو عم ترسمي. هلا لما تطلع الصوره وتخلص بقول لك شو عم برسم. هلا هلا شايف علبه. ما هي علبة. علبة. حلو كثير فن إبداعي العلبة، واحد يرسم قلب. إيدي نعنى ليه جبتها معك؟ لأن هيك شغلي بحبها، وبحب من وقت لوقت هيك أرسم بقى. يمنى يا خي بتعرف عم نعمل براند تياب جديدة، قلت لك اسمها غنوج، وهلأ كثير يعني هيدا كل يوم يعني بنصرف ورق خير الله، عم نرسم موديلات و نعم. وفساتين وقصص حلوه، فبديهي يعني. جنيد انا جبتها معي كرمال اول شيء بحب حرك يعني اشتغل شيء هيك بالايدين يعني نحت او شيء، بس بالرسم بالذات كثير بحسها كثير حلوه، كثير حلوه الرسم تبعك بريجي. أنا رح أعطيكم وقت ماكسيموم دقيقة كل واحد يفرجينا الرسمة. خلصت الدقيقة تبعك. رائعة رائعة هاللوحة. حلوة. تفضلي. لحظة ما ناقص بعد هون الشجرة. لا. كفية هونيك. كفية هونيك، لأنه الإبداع اللي عم تعمليه الليلة مش لازم حدا ما يشوفه. تفضلي خذي القلم معك كمان. القلم كفي الرسمة هونيك. ميرسي. اسم الله عليكي. يمنى تفضلي إذا بتريدي لعندي على حق التجارب. شوفي شو رسمة حلوة. اوعى انتبهي يمنى. ايوه تفضلي.
ثانك يو. بريجيت فيك تكفي الرسمه محلك ترجع اكيد بدي كفيها وسام. يعني هذا قلم رسم. رسم ولو يا لا بتعرف شو انه كنت رسمت لك هلا باترون لاخر فستان عم نعمله بس بخاف تنسرق الفكره. اوكي فرح فرجيك ابداعي بطريقه كثير سريعه. معك اقل من دقيقه. انا اقل من دقيقه خليك هون ما تتحرك. شيء انا قمت ترسمي شفاره هلا مثلا. شيء انا كثير بحبه وهو شعاري بالحياه. نعم شمس. اوكي مع الاشراك بس هيك يعني على قد هو يعني بيكاسو لو عم يحضر هلا تبنيكي وجه مبتسم. نعم. وان شاء الله كل الناس بتضل عم تضحك يعني عن جد عن جد هالابداع اللي عم نشوفه من يمنا بياكد انه هي جايبه اللوحه معها. تفضلي يمنا خذيها معك. الله يخليك ايدي. ايه تفضل. شجرة دخيلكم ابداع كثير بحب القصص الصغيرة. هلا هي موديلها غير الشجر. عارف شكله ايدي شو عم يعمل؟ ايه ما بعرف شو بس شجر شيء بالنسبة لاهتمامك عرفت كيف؟ انه كثير حلوة رسمتك. شو عم ترسم انت؟ فيها تعبير فيها شيء. شفت الغميزات؟ انسان غميزات هو غميزاتك هو غميزات انا يا ريت عندي غميزات. هيدا عرفت شو هيدا؟ هون القصر اللي بينزل فيه معي. ايه بس هيدا شو ليش عملت هيك صار؟ الوى المهندس عاطف بين انه ايدي في شيء من وراء الرسمه اللي عم يرسمها. رؤوا ارميز مشروع رسام بس سمايلي فيس يعني مقنع كمان. ايه كثير مقنع عن جد. غنوج وسمايلي فيس عن جد مقنع. ليك شو حلو ولا اسم هيك فينا نكتفي فيها هالقد ايدي؟ يلا هيك بحب بيتيكم. هيك شو حلو سلسة هيك. نعم هيك وين العصافير؟ هيدي الرسمة يلي رسمها ايدي حلوة فبفتكر انها فيها تكون مقنعة لإلكم. جنيد تفضل لو سمحت. يلا هلا قصيم رسمة لا بنشوف. Oh my God. من قارن بين رسمتك ورسمتك. يلا. من فرق ايدي سود. جبل وسهل. فظيع. عن جد. ما في نهر؟ خليها هيك تبين على الكاميرا. أنت شفت إيدي؟ سودا سودا. مشو؟ حلو، وين ماشيين على الجسر هون ولا وين؟ لازم نمضي. ايه عفيكي بنكتب التاريخ. حلو، ايدي بس بدي تفرجونا كل واحد يفرجينا الرسمة تبعه. معك القلم تكفي. خذها جنيد. بس بدي كفيها هونيك. بينات عم يطلعوا على البحر ولا لا؟ او مش هي. لكن كل حدا من ضيوفنا رسم رسمة، خلونا نشوفها. تباعاً رح بلش من عندك جنيد فرجينا رسمتك. حلو شو المقصود فيها هيدي؟ هيدي انا وصديقتي. نعم. زميلتي اذا بدك قاعدين على الكورنيش عم نشوف البحر. هيدا بحر المفروض يكون وهون بنيات وجبل وغيم وهيك عادي. اوكي بريجيت شفت شو حلوه الرسمه؟ طبعا هول الغيوم شو اللي فاقعين ورا بعضهم؟ هو غيوم الحمد لله الغيم ما عم بفارقنا هالايام بلبنان. هيدا الشمس مبتسمة. هيدا حدا مشنوق بالبيت ولا لمبة؟ لا هي لمبة. هي لمبة برات على المدخل على المدخل. مبين واحد شنق حاله بالبيت. اوكي يمنى فرجينا الابداع تبعك. رائعة رائعة بالفعل. غميزات مبتسم منخور صغير عيون فارة. نعم. جزء كثير صغير من ابداعي بالرسم. نعم ايدي
يعني بفتكر اكثر شيء مقنع بهالموضوع هو ايدي صراحه، لانه خليها تنشوفها ايدي شوي. في واسطه، في واسطه بالموضوع، في واسطه. انا ما بعرف شو انا هيدي الدنيا وصايد. هي وسام الفار الشرسي ما عندي. هيدا انا مارق من وراهم. عرفت؟ اذا السؤال لمين لوحه الرسم؟ واحد ايدي ابي اللمع، اثنين يمنى شري، ثلاثه بريجيت ياغي، او اربعه جنيد زين الدين. صار فيكم تبعتوا اجوبتكم على هذا السؤال، واحتمال انا بقول لكم شو اللي قنعني اكثر. حدا قنعني هو ايدي صراحه. مشاهدينا ما بغشكم، انا اللي اكثر شيء اقتنعت فيه واضحه يعني بيناتنا، يعني يمنى اللي رسمته كثير في بس معبر. نوع من ايه معبر، وفي فلسفه وبعد نظر كثير لقدام. نعم، بس اكثر شيء قنعني ايدي. من الاسئله يلي عم يسالون المشاهدين عبر تويتر، سؤال لك يمنى، عم يسالوك ليه ورده دوار الشمس؟ ليه ورده دوار الشمس؟ طلع فيها بتعرف ليه، كثير بتشبهني. ورده كثير برايت، وانا بحس حالي هيك كثير مشرقه. بعدين بتفتحتها هيك انا تم كبير، بحسها عم تضحك طول الوقت. كان وجه خير كثير علي. كنت عنيده انه يكون عندي سلوغن بوقت القمر على الباب، يعني عم نحكي بال 2001. هذا الموضوع ببرامج التلفزيون ما كان في انسان يفكر فيه ولا يخطر براسه. كنت افونغارديست انه انا بدي شيء خاص فيني انا بحبه، وعملتها ووقفوا. يعني اللي كنت معندي عليه وقت اداره التلفزيون يعني مشيت معي، ما قالت لي لا، وتحولت مع الوقت انه تصير لوجو وسلوغن بحياتي وببرامجي. ورده بتشبهني، هيدي الورده فلسفتها انه ما بتموت، بتلحق الشمس. نعم. وين ما بتروح الشمس لتضلها على قيد الحياة. وأنا كإنسانة هيك، طبعي هيك. شكرا يمنى. الجواب الصحيح على هالسؤال يلي هو لمين قلم الفحم ولوحة الرسم؟ إيدي أبي اللمع. أكيد هو يلي جاب هالغرض. شو قصتك مع الرسم إيدي؟ أوقات بحب هيك أرسم، بعمل شوية زيت، رسمات زيتية أكثر من الرسم. عندك لوحات رسمهم بالبيت؟ إيه، في عندي لوحات رسمهم أنا. حلو. شو أكثر شيء يعني بترسم؟ أشكال معينة ولا برسم ناس، أشكال بشرية يعني أكثر من أي شيء ثاني. أنا ببرمها مش بيزاج، بيرجع ببرمها. وأنا بدي الناس تشوفها وهو بيخبيها. ما في بيرفكسيون بدني. لا بس حلوة الرسمة. بالتالي هيك يعني، هي هي هواية. وقت هلا لسوء الحظ ما بقى معي وقت مرسة. ما عندك بس بفتره من الفترات كنت هيك احب شوي. انبسط وقت اشوف ناس بيشتغلوا بالحقل السياسي عندهم هيدا الاحساس المرهف، لانه عاده بيشتغلوا بالسياسه يعني بتعرف انه بيبقوا يعني بيقولوا قاسيين كذابين، يعني لا هالصفات ومنه يعني ومنه غريب بيسمع ناس، بس انك تلاقي حدا عنده هالاحساس فبعتقد هذا معناتها بده ينعكس بوزيتيفمون حتى بشغله. مشان هيك وقت شكر تذكر مين شكر. شكر شباب يمكن لربما هن متطوعين او شيء ذكرهم، معناتها هو شخص كثير حساس من جوا. شكرا يمنى. 8600 وشخصين جاوبوا على هذا السؤال. 8600 وشخصين. بريجيت شو اللي جبتي معك؟ المنبه؟ شو الغرض اللي جبتيه معك انت؟ انت شو بتقول؟ ما بعرف. حزار. انه اكيد مش الشفرة. ليش لا؟ ولا هي انا جبتها هيدي. الشفرة انا جبتها كرمال دقني. ليه جبتي الشفرة معك؟ ليه جبت الشفرة؟ هو ما جبت الشفرة. شو جبتي؟ المنبه. هلا صار فيك تروح. خلصت اللعبه؟ خلصت. ليه جبت المنبه معك؟ لا عم بمزح، جبت الشفره. الشفره هي لها قصه، انه كان عمري تقريبا شي 5 سنين ونص 6 سنين، دائما كنت بحب شوف بابا هو عم يحلق،
وقف هيك واطلع فيه انه شو عم يعمل. ففي مره قلت انا ليش ما انا بجربه. هلو بالغلط البابا دائما بينتبه انه يضبها محلها، ثاقبت نساها على المغسله. فتت انا طلعت لقيتها على المغسله، انا لازم اجربها. طلعت هيك الماما مشغوله بالمطبخ كانت، لقطتها وعملت هيك على وجهي. ما في خبرك شو هالشعور الحلو اللي حسيته. ماشي يعني صار الدم ينزل. صار الدم ينزل ورحت عند ماما عم ببكي فوق البكوه اللي بكيتها اكلتها قتله ما بتفهم. اكيد بدك تاكلي قتله. انا وسام ما بعرف شو الموضوع، انا لهلا بحب شوف شاب عم يحلق دقنه ما بعرف. حلو طيب تزيح من هون لك. ما بعرف. لا عن جد جنيد شو قصة النبع؟ انا بكثير من الاشياء كثير بكرهها بحياتي هو الالارم، لانه كثير بكره اوعى من النوم. ورجع اخر شيء صرت بدي اعمل شيء بالسبكونشس تبعي انه جرب مشيها كيف بيوعى الواحد. صار مخي يعمل فانكشن انه احلم انه عم طفي الالارم وعم ارجع انه بنام خمس دقائق. بعدين سجلت صوت اهلي على التليفون وحطيته الارم، صار انه بكون مثلا بعيد عن البيت بيرن انه ماما يلا قوم حياتي يلا يلا اجى الاوتوكار يلا قوم يا عيوني، عرفت؟ فاضطروا يعملوا هالشيء انه ما تزعلي ماما بدنا نسجل لك صوتك جربي انه كيف بتوعيني وكذا. بفتكر كانت افضل العمليه، بس لهلا كثير بكره الالارم. اذا هيدول الاغراض اللي جيبوهم ضيوفنا وعرفنا ليه جيبوهم. 8600 وشخصين جاوبوا على هذا السؤال، وهلا صار وقت اللي لازم يلعبوا على السياره. بدي اياكم تركزوا كثير منيح. 8600 وشخصين عم يلعبوا على هيدا السؤال، واحتمال واحد منهم بس يوصل على $1000 كاش، $1000 مجوهرات، وفرصه لربح سياره الشيفروليه. بذكركم السؤال شو هو هلا اللي لازم تحذروه، قد ايه وزن السياره بالكيلوغرام. اذا السؤال قد ايه وزن السياره بالكيلوغرام، اذا ضفنا عليها ادهم، كريم، علي، ايهاب، اريج، مجيد، وروني. بسم الله عليكم. وين بده يقعدوا؟ رح يطلعوا بالسيارة. بدي اياكم تعرفوا وزن السيارة مع الشباب السبعة اللي بقلبها. أدهم، كريم، علي، إيهاب، أريج، مجيد، وروني. ليك افتح الصندوق أهين. سبع شباب تتشوفوا قد ايه مهمة الشيفروليه سبارك، ساعة سبعة بالسيارة. وعم بزقفوا كمان. مش انه سبعة ومزروكة، زقفوا شباب، زقفوا شباب، يعني قاعدين بالسيارة ومرتاحين وقادرين يزقفوا. قد ايه وزن السيارة؟ كل شخص بيحذر بده يبعث الوزن بالكيلوغرام. قد ايه بتتوقعي بريجيت؟ انا لازم يكونوا شيء 420 كيلو. هل قد شباب؟ قد ايه بتتوقع ايدي؟ حوالي 700 مع الشباب؟ مع الشباب بال 1100 1150 1100 1150 يمنى. طيب انا بزيد 1000 1000 ما بقى 1100 1150 لا في دي عشان في شباب ضعاف. وفي شباب صحتهم يعني قد ما يكون معدل الشاب قد ما يكون ضعيف 65 لا 70 لكن 1200 1250 بريجيت قد ايه بتوقعي؟ كان بدي اقول 1300 1300 على اونا على دوي بحس 1090 وقيتين. ايوه ولا ما عم تروحوا لهالدرجه بلا 1090.2 بريجيت قلتي 1300 يمنى 1250 1250 وادي 1150 1100 1150 اذا هول توقعات ضيوفنا. انتم اللي متابعينا كل يوم وعم تشاركوا باللعبه بتعرفوا قد ايه هي توقعاتكم لازم تكون لليوم. وزن السيارة بالإضافة للشباب، واحد منكم رح يربح $1000 كاش تقدمة اي بي ال، $1000 مجوهرات تقدمة أنطوان صليبا، وفرصة لربح سيارة الشيفروليه. بذكركم إنه امبارح في شخص ربح السيارة وكانت السيارة الرابعة. الليلة في احتمال كثير كبير بما إنه نحن ليلة 13 من شهر رمضان الكريم، في ناس بتتفائل بهالرقم وفي ناس بتتشائم منه، بس مثل ما قلت لكم أنا الليلة متفائل فيه وإن شاء الله بيكون في رابح منكم مشاهدينا من اللي عم بيجاوبوا على هيدا السؤال. في عندي من الأسئلة اللي عم يطرحوها
إلي سالم بيسألك إيدي بيقول لك ليه حكيت عن شباب القوات تحديدا من شباب لبنان؟ لأنه هني شباب لبنان كمان يعني شباب لبنان إنه هلا أنا لأني بالنهاية عم بحكي عن الناس اللي عم بتعاطى معهم كل يوم مشان هيك عندي ميل إني أشكرهم لأنه نحن عم نتساعد بعمل سياسي ونضالي معين ضمن حزب نعم. هودي الأشخاص اللي عم شوفون بس طبعا أنا بشجع كل شباب لبنان لحتى لي إنه ينخرطوا بالعمل السياسي وما يحكوا عن السياسي وكأنها شغلة سلبية صحيح. السياسة هي من أرقى الأعمال اللي ممكن إنسان يقوم فيها بس عشرت السياسة إلى شروطها إلى قواعدها مش سياسة بالمفهوم السلبي اللي أكترية الناس عندها بقى بالتالي ينخرطوا من أجل وطنهم بسبيل وطنهم ويناضلوا لحتى يحسنوا بحياتهم اليومية وبتحسين مؤسساتهم وبقيامة الوطن نعم أنا أشجع أنا شكرت يلي عم بتعاطى معهم يلي هني عم بيناضلوا عم بيشتغلوا عم بيعطوا من كل قلبهم كل وقت شكرا ايدي صار في عنا جواب على السؤال يلي شو هو وزن السيارة مع السبع شباب اللي موجودين قد ايه الوزن اللي اقرب شيء على الوزن قد ايه هو الجواب اللي عاطينه 1469 كيلوغرام اقرب شيء برجيت على الجواب وفي ثلاث اشخاص مجاوبين هيدا الجواب 1469 كيلوغرام راح يكون في سؤال فصل بين هالثلاث اشخاص انتوا ثلاث اشخاص اللي مجاوب 1465 كان 69 لازم بس هالثلاث اشخاص يجاوبوا على هذا السؤال الاضافي وراح نشوف نحن وياكم هالصوره بهالصوره السؤال راح يكون قد ايه عدد الغرف بهالقصر عم نشوف هالقصر اللي موجود وعم تشوفوه على الصوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 3 17 1 2 3 4 5 6 17 ب 6 عندنا تقريبا 120 ما يغزوا عيوني هالغزله 12 98 بتحطيهم اصلا حطيهم دواء لعيونك بتطلع عيونك لكن خلينا نجرب قد ايه بيحسبوا انا بقول تقريبا عدد الغرف بقلبه هيدا القصر حوالي اذا شلنا حوالي 300 غرفه انا هيك بقول في عندنا شخص مجاوب 1469.2 هو من ضمن الناس اللي لازم يجاوبوا على هالسؤال يعني من ضمن ثلاث اشخاص مجاوب 1469.2 ولكن هن ضمن يعني لازم يجاوب كمان على هيدا السؤال هن هو من الاشخاص اللي لازم يجاوبوا على هيدا السؤال ثلاثه لازم يجاوبوا ثلاثه هو من ضمنهم اللي مجاوب 1469.2 قد ايه بتتوقع عدد الغرف بهالصوره بس هيدي ضربه هيك بدنا نحكي لانه يعني انا جربت احسبهم هن 17 ضرب 6 مثل ما قلنا 120 شيل منهم 12 98 100 لا في شيء 200 غرفه انا في شيء انا قلت 200 انا انت عم تحسب قلت لك 200 ايه انا برايي في اكثر من 200 مثل ما هو مبين اكثر من 200 250 200 بلس مع 200 بلس ايه حددي 200 و 200 وإيتين جنيد قد ايه بتتوقع؟ بحس 203 غرف ما نسينا الغرفة اللي على الزاوية هي بتعتبرها ونص الغرفة الصغيرة برجيت بدنا نسمع منك شيء نغنيه نحن والضيوف شو على بالك؟ نغني غنية نحن شو بتحبوا تغنوا معنا؟ شو على بالك؟ كل شيء لا عن جد انه ما بدي غني انا لوحدي يلا انت بلشي ونحن بنتابع معك غني كمان لست وردة لأنه يلا لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لترد جناحي على الهوى زي اليمامة لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة وأطر وأرفرف بالفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء أو أطر وأرفرف بالفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى الملامة وأنا بخاف الملامة
الجواب الصحيح على هالسؤال شو عدد الغرف بها القصر هو 1100 غرفة. 1100 غرفة ولا حدا منا قرب على هذا، يعني لو عم نلعب نحن على هذا السؤال يعني بالحيط. دولاب ما بيطلع لنا، ما بيطلع لنا دولاب. لكن شخص أقرب شيء على هالجواب، شخص واحد هو يلي ربح $1000 كاش، $1000 مجوهرات، وأكيد عنده فرصة كرمال يربح سيارة الشيفرولي. خلونا ناخذ الاتصال. ألو. ألو، مساء الخير. يا هلا، مساء الخير. مين معنا؟ أحمد الدر. أحمد الدر. الدر، اهلا وسهلا فيك يا احمد، رمضان كريم والف مبروك لك. $1000 كاش تقدمه اي بي ال، و $1000 مجوهرات تقدمه انطوان صليبا. من وين عم تحكينا احمد؟ منصور. تحيه لاهل الجنوب كلهم، وان شاء الله بينعاد عليهم بالصحه وبالعافيه يا رب. احمد، اخبرك شغله، امبارح ربح، انت بتتفائل برقم 13 ولا بتتشائم منه؟ لا، ما بتشائم من الارقام. ما بتتشائم من الارقام، يعني بتتفائل برقم 13. ما 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 اوكي. بهالرقم الليله بدنا نشوف انا وياك اذا رح تربح السياره. بتعرف قانون اللعبه، عندك 20 ثانيه يا احمد، 20 ثانيه ممكن يوصلوك تربح سياره الشيفروليه. بدي اياك تركز، الوزن اللي انت اعطيته رح يبقى بالسياره. نعم. اوكي، الوزن اللي انت اعطيته رح يبقى بالسياره، وكنت الاقرب. رح نزيد على السياره هالمجموعه من الدوليب وجنوطه والاغراض اللي موجودين، عفريت ودوليب وجنوطه مثل ما عم تشوفهم. شفتهم العفريت والدوليب والجنوطه؟ وبدي اياك تضرب الرقم باثنين، رقم السياره مع الشباب مع الدوليب والعفريت والجنوطه، وضرب اثنين. جاهز؟ تفضلي. يلا، عندك 20 ثانية، ابتدى الوقت. 3800. أصغر. 3600. أصغر. 3400. أصغر. 200. أصغر. 100. أكبر. 150. أكبر. 170. أكبر. 177. أكبر. 172. يا أحمد، خلص الوقت يا احمد، خلص الوقت يا احمد. الجواب الصحيح هو 3191.9. كان قريب، كان كثير قريب، يعني اخذت وقتك بال400 وبال600، كان لازم تنزل دغري ل 3000. هيدا سر المهني شوي، عم خبره للمشاهدين، وقت بتضربوا رقم عالي وبقول لكم اصغر نزلوا اكثر. ايه احمد، ما نزلت 200 200 على كل ماشي، نزلت 200 200 انا عم اقول لك اصغر. احمد الف مبروك لك، $1000 كاش و $1000 مجوهرات، وان شاء الله بينعاد عليك وعلى عائلتك يا رب. شكرا كثير. ضيوفنا شرفتونا بوجودكم، ايدي ابي اللمع، اهلا وسهلا فيك. بانجاز كثير، يعني كلمه وحده من كل شخص منكم، كلمه وحده بس، امنيه صغيره انه لبنان يقدر يوقف على اجري باسرع وقت ممكن، يكون بنقي على الشيء عم بيصير حواليه. شكرا ايدي، يمنى سريعا بدنا نسلم الاخبار لك. بس بدي عايد عائلتي، فقدت لهم كثير بهالرمضان. بدي اشكر جوزيان حجار على الميك اب، جو رعد على الشعر، وجريت ريحان على اللبس اليوم، واشكرك. شكرا يمنى. بريجيت، بدي اقول رمضان كريم لكل اللي معنا بالاستوديو، ولايكيب العمل، لكل اللي عم بيشوفونا. وكمان بدي اقول ميرسي لكارلو ستايل لشعري، وندى حرب للميك اب، وميرسي لكم لكل اللي كنتوا. ثانك يو جنيد. انا بدي اقول بس للناس الجيل الاكبر منا انه 30 سنه حرب، وهلا عم نقرب شوي على المشاكل، اتركونا نحكم نحن البلد اللي منا اياه وبلا مشاكل، وخلينا كلنا نظبط البلد خاصه بهالشهر المبارك. شكرا جنيد، شكرا لكل فريق العمل اللي عم يعطي مجهود كثير كبير كل ليله. شكرا لكم ضيوفنا على وجودكم معنا. للاسف رقم 13 ما كان رقم حظ لاحمد الليلي، ان شاء الله بكره بيكون في رابح لسياره الشيفروليه. بذكركم اربع سيارات من اول الشهر الفضيل لحديد اليوم صاروا مربوحين، وعندكم فرصه انتم بكره تكونوا رابحين للسياره. ملتقانا نحن وياكم كل ليله 10:30، انت وحظك ام تي في، تصبحوا على الاخر.